والله يا ابو يا عم سمير والله الظروف فاضيه، احنا حابين نمزح معاك ونستانس والعلم سلامتك. الله المستعان، رفعت ضغطي وارتفع عندي السكر يا قلبي، وكنت يعني ابغى اروح ليالي يصلوا عليه صلاه الجنازه وفي النهايه الظروف ترى كلها فكره عيال بخطك ذولي هم اللي ورطوني. لا لا انا بشتكيهم ان شاء الله على الشيخ عايض القرني والشيخ بدر المشاري. ايوه قلت اسماء ليه جاهزين تعال ليش قلت الاسماء هذه؟ هناك العلوم الزينة لأن ظرف فاضي. أقول الله يسعدكم جميعا ويسعدك أنت بالذات يا عم سمير، رغم كبر سنك إلا روحك مرة خفيفة ورايقة وحلوة. الحمد لله استأنسنا وفرحنا، وإن كنت أنا ما استأنس كثير يعني لأن الظروف طلعت فاضية وأصبت بصدمة، لكن الحمد لله يعني أنا عارف أنه أبو ضيع إن شاء الله كفو يعوضها في المرات الجاية. شرب السعد. والحمد لله يعني لو تقرأ في سير الصحابة كانوا يتمازحون ويضحكون، صح، بل كانوا يتراشقون بقشر البطيخ في داخل المسجد، والواحد منهم يسقط على قفاه من وهم يتذاكرون أمور الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بينهم ويضحك ويبتسم. صح. الحمد لله المسألة ما هي مربوطة بكبر السن، الإنسان يعني يأخذ الأمور ببساطة. صح صح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة، يا حنظلة ساعة وساعة. الله يتزاك. صوت مسكت 10 ريال بس حكي 10 10 عشر ريال ركوب. أيوه. أبش أنا كلي لك يا أبو عمر. أنا أعرف لو ما جيت أكرر مع واحد تدفع له أغلى، لا أدفع لي. تعال يا غازي تعال، وبعد الفجر عندي لك فطور يحبه قلبك، فطور مسلي. اسمع الفطور عندي يوم، انا ابيك بكره تفطرني الفطور الحضرمي التقليدي، الهريس والعصيد. ايوه والعسل الدوعني. ايوه بس بكره مو اليوم. تم تم تم. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يجزاك خير يا ابو صلاة يا جماعة خير، صلاة صلي اللي تبيه السعادة والرزق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الآن تقدر تبدأ يومك بلا خوف ولا تردد. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الآن تقدر تبدأ يومك بلا خوف ولا تردد. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. يا سلام سلم يا جعل بالعافية، ايش بك يا اخي؟ الحمد لله على النعمة، بس انا ما انتظرك تجيني بعد اسبوعين هذا تبعي تتأكدني هذا لك، هذا انا اعرف اكله ترى انا ادل المطعم هذا. ابو عمر من هلت من العلوم هذه؟ اقول هذيك اسمع، إذا صاحبك عسل ما تلحسه كله ها؟ يا أخي أنت على عسل حقك ما يغلق، عطنا منه يا أخي. كم تبي باكج؟ إيش هذا يا غازي؟ حرام عليك، الحمد لله على النعمة بس أوفر ترى. أبو عمر إيش تبغاني أفطرك؟ وين هيلتون؟ أبو البوفيه المفتوح حق هيلتون يا أخي. أبغى العلوم أنت ما تسوي إعلان عندي هنا في الجوال. إذا صارت كاميرتك تفاهم معاهم. غازي. آه. حرام عليك إنك تدفع هذا. خلي الناس يعتبرون مني يعني اذا انت تجيب كذا انا ايش بقدر لي؟ هذه حقي.
من زمان وانا خاطري في المطبق المالح غرقه يا ابو عمر يا اخي. حتى في المطاعم هذه تطنخ طالب جميع انواع المطبق. ترى انا ضيفك في جده المفروض انت اللي تحاسب يا غازي. يا غازي انا حاسب هذه لما اقول لعالي يعني. يا حرام عليك بسم الله يا اخي ما تعزمني على كذا مره ثانيه. انت اللي المفروض تعزمني مو انا اللي اعزمك. انا ضيفك جايك من بعيد يا اخي. هذا اول خلاص قد سويت لك قعود. انا قعود لك 10 سنوات قدام. شيخ متاكد هذا حي الجامعه؟ ايه. لحظه وريهم بدون نظر يا اخي. بعد ما مسح النظاره من اللي شايفه انت ايش بو يا راجل. هذا متاكد انه حي الجامعه؟ اي حي الجامعه. شجاع اخوي. بس انت متاكد اللي بتسويه ولا ما انت متاكد؟ شجاع اخوي الله يوفقه متعين طبيب هنا في 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 مستشفى الجامعه واخذ له شقه هنا في حي الجامعه بجده والحال ساكن ما عنده احد. فيا شيخ هلا وغلا. فبنخطره ونكسر الفنجال عنده ونعزمه ونعطيه حق النزاله. هذا حق النزاله؟ اي والله حق النزاله. اي متاكد كله ده حق النزاله؟ اي حاول اسكت لا تقول ولا كلمه. ترى مره كثير احنا بنفاجئ الرجال الله يرحم والدينك. يا غازي فاجئني انا كمان بكره بنزل الطايف. تنزل اذا بنيت بيت جديد ابشر. يعني هو بنى سوق ام علي انا ها. يعني استاجر شقه جديده بجلس فيها 5 سنوات يا جماعه بيته. الله ينعم بالعتبان. السلام عليكم. كيف حالك؟ على البركه. منزل مبارك ما شاء الله ما شاء الله. ايش هالشغل الزين ما شاء الله. هلا يا دكتور هلا يا خايف. هذا انت عزابي كذا احسن من بيتنا. تدري من اللي اختار له الطقم؟ لا والله امي. تطبخ تسل تذبح الديكار فلومشين ما شاء الله. حس الله ان ابوك نقه تنقي. شلونك يا قلبي؟ طيب وش هالشغل؟ عز الله ان امي زبطتك. جت 4 ايام هنا سنعت ام الدنيا. عز الله ان ما قصرت. تكفى يا خاله نزل ما في كوبي بس منك زوجة لي تكون بالصغيره يعني عمرها 18. والله انا فنان. عمرك 30 تبغى 18 انت ولا اجل اجل ليش يا اخويا؟ تسبح بالعسل يا احنا نفطر على بصل؟ يا مرحبا. هلا يا دكتور شجاع. يا هلا ومسهلا. يلا حي. ها كيفك مع العمل الجديد؟ والله ابشرك انا ما تحب ما عليك ماشي. في مستشفى الجامعه. مستشفى الجامعه بجامعه محمد عبد العزيز. طيب وايش التخصص؟ ايش العياده؟ ايش؟ تخصص عنايه مركزه. ها 5 سنوات ان شاء الله. وبعدها؟ اصير اخصائي. وبعدها سنتين عشان اصير استشاري ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اجيب انا عندك يا خوي بالعنايه مركزه. يمكن يجي معك قصدره في القلب ولا شيء. لا لا لا. دوامك من الساعه كم لكم؟ من الساعه 7 للساعه 5. 5 العصر؟ 5 العصر. الله يعينك. طيب والويكند؟ الويكند عندي يوم 24 ساعه ويوم فاضي راحه. الله يكون في عونك. يا محمد. شفت يا محمد كيف الدوام؟ والله العظيم بس عز الله انه بيسنعه. طيب اسمع شجاع وش تداوم عليه وتروح عليه؟ والله اني استاجرت سياره من مكاتب تاجير اداوم عليها وجهي. ما عسى ما هي غاليه؟ والله انه يعني ها ما عليها. وليش ما اشتريت سياره؟ ما جاني شيء تو حتى الراتب الاول ما جاني. خليني انا اجمع واكون نفسي ان شاء الله. الراتب كله راح في ايجار السياره. لو تبغاني دراني في جده اوصلك واجيبها. نفس الايجار اعطني اياه. انا اقول روح سلمها. سلم وروح على وجه. ترى ليش؟ لا هسم. هذه هدية بسيطة لك وتستاهل أكثر. لا تستاهل كل خير. تستاهلك الطيب. يا غازي أنا برضه مستأجر سيارة. يلا انزل انزل شوف السيارة. أقول أنت والله ما تشمها بس يطلع. أقول اطلع من هنا. هيا امشي امشي خلينا نوريك سيارتك. الرجال مصدوم يا محمد. والله حتى انا صدمتك. يعني الناس تهدي كيكه تهدي ما تهدي سياره. تستاهل يا شجاع تستاهل. الحين هذه لي؟ اي والله لك وتستاهل. اقول حرام انك طنيخه. عمري صار 27 ما قد ركبتها جديد. الله يجعلها اردى ما تركب. وانت دكتور ومشرفنا في العائله كلها وترى هذا شيء بسيط جدا. تستاهل والله اللي يطيب منها. اقول الله يسلمك ان شاء الله نعوضك بزواج باذن الله.
حقيقة. الله يسعدك. ريحة الوكالة هذه من زمان ما شميتها. أنا أشوفك تقرب السيارة تسمعون ما تسمع. رحم أمك قلت ببوس السيارة أنا فرحان يا غازي يا غازي. تراني دكتور. دكتور في إيش؟ في السناب الفيزا. عز الله ما قصرت يا غازي. استاهل استاهل. ميزان حسناتك ونعم الرجل أنت إنك توقف مع قارب. عليه أصلاً والله. تسلم. والله العتبان ما ادري فين بتوصلون انتم توزعون سيارات قاع شيطانكم سيارات نفس شركه السيارات ما وزع سيارات الشركه نفسها ما وزعت والله هذه ما تصل عند العتبان